أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سأل أحد الحضور سؤالا للشيخ وقال في السؤال إذا يقول أحسن الله إليك إذا سأل أحد الحضور سؤالا للشيخ وقال في السؤال حصل كذا وكذا أو قال رجل فعل أو قال كذا وكذا وما الحكم؟ والسؤال: هل تصح هذه الأسئلة علما بأن الحادثة التي في هذا السؤال لم تقع وربما كانت خيالا؟ بمعنى هل يكون ذلك كذبا أم أن هذا جائز باعتبار أن الهدف من السؤال هو معرفة الحكم الفقهي؟ هذا الكذب هو الإخبار أما ليس بواقع. هذا الكذب هو الإخبار عن شيء لم يقع على أنه واقع، قال حدث كذا وهو لم يحدث، جاء فلان وهو لم يحدث، مثلا فلان فعل كذا وهو لم يفعل، هذا هو الكذب. هذا الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع. لا يمكن أن يكذب ويقول حدث كذا، لكن لو قال إذا حدث كذا فما الحكم؟ يقول إذا حدث كذا انقلب، لا يقول حدث كذا وهو لم يحدث، بل يقول إذا حدث كذا وكذا فماذا نعمل؟ هذا لا بأس.